الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزا الله خيرا الشيخ أبو منصور على هذه الفوائد العظيمة وما أحببت أن أتكلم، فإن الكلام إذا كثر ينسي بعضه بعضا، والمقصود أن يعمل الإنسان بما علم. لكن أذكر بحديث واحد، وهو حديث عظيم صححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهو في صحيح الجامع، فوجد كسرة ملقاة على الأرض فأخذها ثم شمها صلى الله عليه وسلم، ثم نفضها أو قال نفخها، ثم أكله، ثم قال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله، فإنها قلما خرجت من قوم فكادت ترجع إليه. وهذا الحديث حديث عظيم ومخيف، فإن فيه أن الإنسان إذا لم يشكر نعمة الله جل وعلا عليه، فإن الله جل وعلا يوشك أن يأخذ منه هذه النعمة. وفيه أنه إذا أخذت منه النعمة فإنها قلما، هذا للتقليل، يعني قليل جدا أن ترجع النعمة إلى من أخذت منه هذه النعمة. وقيد الشكر وقيد النعم الشكر، يعني الإنسان إذا أراد أن يديم الله عليه نعمة من النعم فعليه بالشكر، كما قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا يدخل في جميع النعم، نعمة الدين وهي أعظم هذه النعم، ونعمة الصحة والعافية، ونعمة الأخوة، ونعمة الأمن، وغيرها من النعم، فيقيدها الإنسان بالشكر. أولا أن يعترف بقلبه ويقر أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، ثم يستعمل هذه النعمة في مرضاة الله جل وعلا، ثم يثني بها على الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. عشان كده ربنا قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالإنسان يا أخواننا الذي يعرف ربه تبارك وتعالى فإنه يحمده ويعترف له بقلبه ويثني عليه بلسانه ويعمل بطاعة الله جل وعلا ويستعين بهذه النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ألا يستحي العبد أن خلقه الله من العدم، ربنا خلقك من العدم ومن عليك بالصحة والعافية ومن عليك بما من من نعمة الأمن والمال والولد والنفس، ثم أنزل إليك أعظم الكتب
وأرسل إليك خاتم الرسل وأفضله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ألا يستحي العبد أن يستخدم هذه النعم فيما يغضب الله ويسخطه؟ ولذلك يا أخواننا، الإنسان السوي والذي يعرف نعمة الله جل وعلا عليه ويقر بها ويعمل بها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكلما أنعم الله عليه بنعمة كلما ازداد من التواضع لله جل وعلا، ومن الانكسار بين يديه، ومن الذل لله جل وعلا. وهذا من أعظم الأبواب التي يدخل بها العبد على ربه جل وعلا، باب الفقر والانكسار، كما قال ابن القيم رحمه الله: تنكسر لربك وتفتقر إليه وتظهر له الذل والمسكنة والحاجة والفقر، وأنه لا حول لك ولا قوة، لا يستطيع الإنسان أن يعمل بطاعة الله أو أن يتحول عن معصية الله إلا بحول الله وقوة الله. عشان كده أنت تتبرأ وتقول: لا حول ولا قوة، لا نافية للجنس، أي نوع من أنواع الحول أو القوة تنفيها عن نفسك، لا حول لك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فتدخل على الله عز وجل. والإنسان إذا طالع في سيرة من رفعهم الله وجد عندهم الذل والانكسار. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا قال: إذ تستغيثون ربكم، وذلك ليلة الجمعة يوم بدر، نبي عليه الصلاة والسلام رافع الدين إلى السماء ويبتهل إلى الله جل وعلا، وقد نام الصحابة رضي الله عنهم، فقال: اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة أي الجماعة من الناس لا تعبد في الأرض. قال: حتى سقط الرداء عن منكبي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه أبو بكر رضي الله عنه ويعني وضعه على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. وهذا نوح عليه السلام يقول لربه تبارك وتعالى، وإذ نادانا نوح فلنعم المجيبون، وقال في الآية الأخرى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وهكذا أيوب عليه السلام قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا نبي الله زكريا عليه السلام، وهكذا جميع الأنبياء، حتى قال الله عز وجل في شأنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالإنسان يا أخواننا إذا تذلل لله سبحانه وتعالى وتبرأ من حوله وقوته، وعلم أن هذه النعمة لم ينلها بشرف أو باستحقاق أو بنسب أو بمكانة أو بمنزلة، وإنما هي محض فضل الله سبحانه وتعالى، فإنه يفتقر إلى الله أن يزيده من النعمة وأن يثبت هذه النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يعيننا على الشكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله.